تحية طيبة للجميع، سعداء بتجديد اللقاء بكم مرة أخرى في سلسلة جديدة من تكوينات الإدارة التربوية التي ينظمها قطب الإدارة والتدبير بجمعية فاضل، جمعية التكوين عن بعد لفائدة التلاميذ والمدرسين والمهنيين. ومع أول تكوين في هذه السلسلة والذي يحمل عنوان مهنة إطار الإدارة التربوية والتشريع المدرسي، يمتد هذا التكوين على مدى 3 أسابيع بالإضافة إلى 3 أيام للاستئناس بالمنصة والتعرف على التكوين عن قرب. فإن كنتم ممن يتطلعون إلى تطوير ممارستهم المهنية في مجال الإدارة التربوية من خلال التعرف عن قرب أولا على مهام وأدوار هيئة الإدارة والتدبير التربوي والإداري حسب آخر المستجدات، ثانيا التعرف على النصوص التشريعية والتنظيمية والتربوي المؤطرة للإدارة التربوية، ثالثا التعرف على مفهوم التدبير وظائفه مقارباته وآلياته، رابعا التعرف على التنظيم الإداري على المستوى المركزي والجهوي والمحلي. إذا كنتم ترغبون في تنمية وتطوير معارفكم في هذه المحاور فأنتم في المكان الصحيح. وقد تم تقسيم برنامج التكوين إلى 3 أسابيع كما سبقت الإشارة. في الأسبوع الأول سنتناول أهم محاور مجزوءة مهنة إطار الإدارة التربوية والتدبير، بينما في الأسبوع الثاني سنقف على أهم نقاط مجزوءة التشريع المدرسي. نستكمل التكوين في الأسبوع الثالث من خلال إنجاز منتوج نهاية التكوين باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذا ومن أجل تيسير أمثل للتكوين ستكونون محاطين بثلة من الأشخاص مصادر من ذوي الخبرة في مجال التكوينات عن بعد. وللتمكن من متابعة هذا التكوين بيسر، لا بد أولا من التمكن من أساسيات البرامج المكتبية، ثانيا القدرة على تصفح المواقع الإلكترونية بسلاسة، ثالثا إمكانية الربط بشبكة الإنترنت. فريق قطب الإدارة والتدبير بجمعية فاضل يدعوكم لمتابعة هذا التكوين التفاعلي، ويتمنى لكم استفادة ممتعة من خلال فراته المتنوعة.